دخلت لهذا المجال عن طريق البوبجي انا وصاحبي. طب لي اكثر من مره. انا من اول مره من ما قبلت، بس ما قال لي مواد مخدره، قال لي منشط. نعم. قال لي شلون البروتين؟ انا اخذ بروتين، بس هذا العادي. قال لي منشط واقوى من هذا التداخل انت. اكثر من مره يعني طب لي على البوبجي. شلون طبك على البوبجي؟ هو صاحبي. يعني وياي بالنادي هو. طب لي الولد وشرح لي عنه وهم طب لي وشرحنا عنه اكثر من مره وقناعه ثانيه. يعني شرح بالاتصال؟ نعم. مثل ما نعرف هذه المقابل فيها ميزه اتصال. ايه. عن طريق الاتصال بخبره. عن طريق الاتصال. زين. اكثر من مره وشرح لي عنه وقلت له تعالي البيت خل اشوفه. شفته يعني دخان وهاي وقال لي عليه مخدرات. وقتها ورحت بيه للتمرين. صحيح هو منشط بس بعدين اذاني حيل اذاني. انت الدافع الاول لك انه يعطيك طاقه ونشاط اكثر تحتاجها بتمرينك ولعباتك. نعم. زين بديت تاخذه. بديت اخذه اول شيء طانيه بدون مقابل. هذا الشيء رحت لاول مره طاني، ثاني مره هم طاني، ثالث مره رحت للبيت. قلت له اريد من هذا باكر عندي شغل. زين. اي قال لي روح انا اكل ولد ونشتري. بيش اول مره شنو طاك اياه يعني؟ بلاش هو طان من ماله. بلاش؟ اي هو عنده. زين. قلت له طيني طان. شربنا انا اول مره وثاني مره لا طان واحد. مرتين طاك ببلاش؟ مرتين ببلاش. مره ثالثه لا قال لي بفلوس انا اشتري غالي 50 روح انا اياك ونجيب. 50 الغرام الواحد. 50 من 50 الف الغرام الواحد. فرحنا على ولد اشترينا.